في ختام هذا الحفل الغامر بالجمال والأناقة، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل السعيد، ونوجه شكراً خاص لهيئة السياحة المغربية وإلى الفنانة التشكيلية الراقية السيدة لمياء منهل التي توجت لمسات الجمال المغربي بدول الخليج. أدعو سفيرة الفن التشكيلي لمياء منهل. والسيد مدير هيئة السياحة المغربية بأبو ظبي محمد صديق شاكر. سعادة القنصل العام عبد الرحيم الرحالي. أول شيء كنوجه تحية خاصة وتحية حب واحترام من المغرب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. شكراً على حضوركم وشكراً للديفا الفنانة اللي كان حمق عليها، شكراً على الحضور ديالك ودعمك لموركافتان. كنشكر أول شيء المكتب الوطني السياحي على دعمه للفكرة ديالي اللي هي موركافتان في دورتها الأولى، وكذلك سعادة القنصل العام ومعالي سعادة السفير المغربي محمد أيت وعلي، مالوغوزمون ما كاينش معنا اليوم. كنشكر الحرم ديالو على وجودها وجميع الدبلوماسيين والسيدات والشيخات والشيوخ المتواجدين معنا، وكذلك الفنانة ريم بارودي، جميلة البداوي، وكاع الفنانين اللي يسرى سعوف، هند، فاضل المزروعي، كل شيء اللي غناو معنا، شوقي جيلان اللي جاوا من المغرب باش يكونوا معنا، كذلك الديزاينرز والسبونسر. شكرا لكم جميعا لدعمكم لنجاح موركافتان. الان مع تكريم الرعاة